والد يريد ان يزوج احدى اخواته لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنه بدون رضاه، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق ان زوج اختي الكبرى بدون رضاها ايضا، وطلقت وزوج التي بعدها بدون رضاها، وعرف المتزوج بذلك وطلقها، فهل يجوز لي ان اعارضه وان ارفض هذا الزوج؟ الواجب على والدك هذا هو الله انه لا يزوج الا بإذنه. إذا كانت البنت حتى لا تسعد أكثر ليس له أن يزوجها إلا بإذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره بي حتى تستعمر ولا تكره بي حتى تستعمر. قال يا رسول الله: إنها تستعمر. قال: إذنها سقوطها. قال: والجسر يستعمرها أبوها وإذنها صماتها. الواجب عليه أن يستأذنها، وإذا سكتت كفى، فلا يحتاج إلى أن تقول نعم. متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا فيجوز. صحيح. إذا صح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول إنه له جبر وقول جماعة من العلم، لكن يقول مرجوع. جماعة قالوا إن الأب يجبر بنت الجسر. وهذا غلط ومخالف لحديث صحيح. فالصحيح انه لا يجبرها اذا كانت اهلا للاستعجال اذا اكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي تنتصر الا اذا كان لمصلحه وراءها هو مصلحه اسلاميه في دينه كان يحفظها كفر دينه وعلمه، فيخشى ان يفوت فيزوجها عليه قبل ان يحفظها قبل الشتاء، كما زوجني عائشه على يد ابيها البشر وهي بنت 60 او 30، لأنها غنيمة لها أن يتزوجها الصديق على منها، غنيمة عظيمة، فالصديق مصر لذلك، هكذا أبوها طيب الذي يريد لها الخير إذا زوجها قبل الشتاء، رجل صالح بعلم ودين وربة تزيد لا لا، أما إذا كانت تفعل فلا يجوزها إلا بإذنها، وهكذا بنت 11 و13 و14 من باب أولى، وهكذا من قبل الرقباء من باب أولى، المقصود أن هذا هو الصواب. وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد فارفع الأمر لحظة، ارفع الأمر لحظة والمحكمة تنظر الأمر، أما أنت لا تقول لوالدك إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول لوالدك ارفع الأمر لحظة، أنت تتذكر ذمتك تسأل أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك شوف الأخوان الطيبين من أحوالك أو أحمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوه حتى يتكلموا معه، فلا يجوز ظلم هؤلاء البنات